أوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الأمن العام جل الاهتمام، مما جعله يخطي خطوات كبيرة في التدريب والتسليح والتأهيل، ما أسهم في تطوير قدرات رجال الأمن. بلا شك أن الأمن مطلب وهو من أساسيات الحياة، والقيادة الرشيدة دائما تولي قطاع الأمن العام وغيره من قطاعات وزارة الداخلية جل الاهتمام. احنا الحقيقة عندنا متقدمين، ويعني خطونا خطوات في التقنية، في التدريب، في التسليح، في التأهيل، ولكن هذا بلا شك بيضيف إن شاء الله يعني مهارات جديدة وتقنية جديدة، وتوجه قيادتنا الرشيدة دائما لتطوير قدرات رجال الأمن، وهذا إن شاء الله ما نسعى له. التدريب له أولويته، مراكز التدريب ومدن التدريب أو مراكز التدريب أيضا لها أولويتها، وعندنا والله الحمد يعني في المشاريع الإنشائية عندنا أكثر من مدينة الآن في جميع مناطقنا، الآن القائم 6، عندنا جاي إن شاء الله مدن تدريب قادمة بحول الله وقوته.